البي اتش فعلا ده هيحصل. قيس البي اتش قبل ما تضيف القلويه، قبل ما تضيف الحامض هتلاقيها 8.5. ضيف الطن حامض، طن حامض في متر في الارض، وتعالى وقيس بعد منها هتلاقي البي اتش نزل مره واحده لاربعه او ثلاثه، يعني حاجه زي الفل اهي صح. قيس كمان نص ساعه تلاقي رجعت تاني زي ما كانت، وقال لك انك عملت حاجه. ليه؟ في قاعده علميه كده، مصطلح كده بس مفهوم، لو احنا فاهمينه الدنيا تبقى زي الفل. حاجه اسمها السويل بي اتش بافرنج سيستم، او بالعربي القدره التنظيميه للتربه على تنظيم درجه البي اتش بتاعتها. اعظم اقوى زي البحر المالح كده، ما قلت لك هو كميه الملح اللي فيه مهما دلقت فيه ميه حلوه الملح اللي فيه اكتر، هو اللي هيبلع الميه الحلوه جواه لكن مش هيحلو. فاهمني؟ عامله زي المجتمع المصري بتاعنا احنا مثلا، هقرب لكم الصوره. المغرب احتلوها احتلال فرنساوي، لغايه النهارده بيتكلموا فرنساوي احسن من العربي. تسافر المغرب ما اعرفش تتكلم معاه، يكلم انا ما اعرفش اتكلم فرنساوي، فهو يكلمك فرنساوي والعربي بتاعه مش فاهمه ومكسر، فنبقى عاملين زي الهنود قصاد بعض صح. المغرب، الجزائر، تونس. انما في مصر احتلونا احتلال انجليزي، هات لي واحد فينا بيتكلم انجليزي عادي. احنا اللي بلعنا الانجليز جوانا، اصحاب حضاره. علمنا الانجليز العربي لكن متاثر. صحيح والله احنا اصحاب حضاره، صحيح دي حقيقه. ايه؟ ايوه، وسط خلوي فامتص جواه الحامض الانجليزي ده. نعم. طب النبات بيمتص السموم اللي كان قد ايه مثلا؟ الجدر بياخده ويرجع تاني للجدر؟ مش اقل من يوم. يوم مش اقل، هي مش محسوبه قوي ولكن في الحدود دي. فانت لو خفضت الحموضه هتخفضها ساعه ساعتين وهترجع ترد تاني، ما عملتش حاجه. تضحك على نفسك. طب ايه العلاج بقى؟ ان انا احمي السماد من القلويه لكن مش هعالج القلويه. ازاي؟ زي بالظبط برضو حضرتك بطل العالم في كمال الاجسام، تقدر تقف توقف قطر بايدك يعني مثلا؟ مش هتقدر، هيفرمك القطر والعياذ بالله. لكن تقدر تقف بره القطر ويلعب مع القطر زي ما انت عاوز، يعني القوه في الدماغ مش في العضلات. فانا ما اقدرش اصلح القلويه ولكن اقدر اتجنب مشاكل القلويه. ازاي؟ ببساطه خالص، الجماعه الخواجات عرفوا الحكايه دي، صنعوا لنا هم اسمده وادوهالنا واحنا على طول مستقبلين، بس اللي هي الاسمده المخلبيه، حديد ايدها وزنك ومنجنيز ونحاس ايدتها، مش كده؟ مش دي الاسمده المخلبيه اللي شغاله في مصر كلها؟ وللاسف والحاجه اللي هتجنني لغايه النهارده، من يوم ما دخلت مصر بنرشها. والله والله العظيم تعالى غلط. الخواجه اللي عاملها، عاملها عشان يتجنب مشاكل القلويه اللي في الارض. عارفين الماده المخلبيه دي عباره عن ايه؟ اللي هو الايدها تسمعوا الايدها والايدتها بقى اظن، مش كده؟ الصح بقى ان انا لما احط العناصر الصغرى احطها في صوره مخلبيه، لما اضيف الفوسفور اضيفه في صوره حامض او ماب، سوبر فوسفات لا، خلاص؟ طيب هذا عشان تحل المشكله يعني، او تتجنب المشكله مش تحلها، تتجنب التاثير السلبي بتاع الارض القلويه دي، ان هي مش هتسيب السماد ده يدوب ويترسب، لا هيفضل دايب لو حطيت الفوسفور في شكل حامض فوسفوريك، هيفضل دايب الحديد والزنك والمنجنيز والنحاس لو على شكل ايدها وايدتها، كويس؟ الايدها بالظبط عامله زي ايه؟ عارف البونبونايه، الشوكولاتايه، باكو بسكوت، اي حاجه من الحاجات اللي احنا بناكلها دي، مش محطوطه جوه غلاف؟ مش كده؟ انا لما اجي اقدم حاجه شوكولاتايه بتعمل ايه؟ بتقشر الغلاف وتاكلها. الغلاف ده هو الايدتا او الايدها اللي بيحمي العنصر من القلويه ويفضل دايب في الميه، بيعزله عن القلويه ما يحسش بالقلويه. تسميد ارضي. تسميد ارضي 100%، مش رش ابدا ابدا. خلاص؟ وللاسف معظم الناس دماغها والف سيف لا ترش، والله العظيم غلط، مش ده الرش. الرش بقى العناصر الغذائيه مع الاحماض الامينيه، او العناصر الغذائيه مع السكريات الكحوليه. عارف يا فندم، هو اللي كاتب ده مش فاهم، معلش معلش، ما انا بقول لك اهو. درسنا في الكتب بتاعتنا في كليات الزراعه رش الايديتا والايدا، درسناها والله. خطا خطا، ما هو الكليه برده مش مقدسه. طب احنا بنصحح اهو، ما انا بقول اهو. انا بقول اهو يا باشا. طب ماشي، انا بنقول اهو. هقول لك مصيبه كبيره قوي، هو الحديد الايدها في ناس بترشه في الموالح بالذات، مش كده؟ صح؟ اكيد بتشوفوه يعني. ايه رايك بقى ان الايدها دي لا يمكن ان تمتص اطلاقا، ان حجم جزيء الايدها اكبر من فتحات الصغر بتاعت الورق، مستحيل يمتص. الايدتا بتمتص، بس على النبات عشان يمتص الايدتا، حديد ايدتا، زنك ايدتا، منجنيز ايدتا، بيفقد طاقه كبيره جدا عبال ما يسحب، كان لقمه واقفه في زوره. عبال ما يمتصها مشكله، بيمتصها. الإدها أرضي فقط 100%. والإدها الإدها لازم اللي هي مع الحديد، ده الشكل الوحيد السليم للحديد.
وكل المحاصيل اللي حساسه النقص الحديد زي الموالح والطماطم لازم تضيف لها الحديد على شكل ادها 6% اللي هو ايسيلين داي داي هيدروكسي امين. الادها دي ماده عضويه بتغلف الحديد بعيد عن القلويه. النبات المصدر الوحيد ليه يمتصها عن طريق التربه. طب هل الجدر بيمتص الادها والادها؟ لا، امال بيعمل ايه؟ زيك زي بني ادم بالظبط، بيقشرها وياكلها من غير القشره. بيقشرها ازاي؟ الشعيره الجذريه نفسها بتفرز مواد حامضيه شديده، بتطلع بروتون هيدروجين باستمرار، بتبقى محمضه الجدار الخارجي للشعيره الجذريه، فبتبقى درجه الحموضه فيها اقل من 3. مفيش مركب ايدها بيتحمل او يفضل ماسك العنصر جواه الا من مينيمم 3 ماكسيمم 11. فلما يجي عند الشعيره الجذريه اقل من 3 يفرقع لوحده ويسيب العنصر يوم الجدر واخده. متخيلينها معايا؟ الايديتا بتتحمل من 4 ل 9، من 4 بي اتش ل 9. فلما بتوصل ل 3 زنك ايديتا مثلا ووصل للشعيره الجذريه، الحموضه عند الشعيره الجذريه اقل من 4 يقوم يتكسر، تقوم تظهر العنصر يوم الجدر واخده بعيد عن الحموضه والقلويه. خلاص؟ الايديتا ارضي وورقي؟ باختصار الحديد يضاف ايدها وارضي فقط. الزنك والمنجنيز والنحاس اديتا وارضي فقط، ويجوز رشه عشان ما نزعلش الناس، بس الصح صح خد عندك لا يجوز رشه. يلا يا عم تزح نفسك ليه؟ اديتا اتفضل يا فندم. ارضي يا فندم، اصل ده ارضي. حاضر. بص يا باشا، بص عشان نتكلم بما يرضي الله وفير بما يرضي الله. اما اضيف حديد اضيفه على شكل ايدها وفي التربه، رش لا ممنوع. اضيف حديد وزنك ومنجنيز ونحاس على ايديتا، الصح واللي المفروض معمول بس الدنيا ماشيه غلط، اضيفه في الارض. طب لو رشيته هيجيب نتيجه؟ اه بيجيب نتيجه، بس مقابل ايه؟ مقابل ايه؟ هيخلي النبات بيجهد النبات، يفقد طاقه النبات، لكن هيستفيد منه بس مقابل بذل طاقه. طب الصح ايه بقى؟ المثالي تماما لا، ايديتا كلها زنك منجنيز حديد نحاس ايديتا اضافه في الارض. خلاص كده؟ اما لو انا عاوز ارش اجيب الزنك والحديد والنحاس محمل على احماض امينيه ما هو موجود، او محمل على احدث حاجه على السكريات الكحوليه. الفكره كلها جايه من شكل التركيب البنائي بتاع الماده دي. يعني مثلا تخيل معايا كده الصغر بتاع النبات ده شكله ايه؟ عارف حاجه الاسطوانه؟ اسطوانه او انبوبه ليها قطر من فوق وقطر من تحت، ده الصغر. كويس كده؟ تيجي تعدي من الانبوبه دي ماده تكون تركيبها البنائي زي الخيط احسن ولا تكون كوره احسن؟ اهو الايديتا كوره والسكريات الكحوليه خيط، بتلضم خيط في ابره، راس الابره ده زي فتحه الصغر، والخيط ده زي السكر الكحولي صغير تركيبه خط، فبيعدي من راس الابره بمنتهى البساطه من غير ما تبذل مجهود، صح؟ لكن لو الخيط ده تخين شويه زي الاحماض الامينيه تركيبها حلقي، او تخين شويتين زي الايديتا تركيبها برضو حلقي مش خيط، هتقعد تبل فيه وتبرمه وترفعه عشان تعرف تعديه من ما حدش فينا خيط قبل كده مش كده؟ تعدي منه الابره دي. اهو الايديتا والاحماض الامينيه تركيبها البنائي حلقي، بتعدي من فتحه الصغر، لكن مقابل النبات بيبذل مجهود شويه. لكن لو سكر كحولي ده رقم واحد في الرش، كويس؟ هيمتص بدون ما النبات بيبذل اي مجهود. الميزه الثانيه بقى والاهم من الامتصاص او غيره، انت برضو لما بترش السماد اللي انت بترشه على الورق ده، الصغور هتمتصه السماد ده دايب في ميه ولا بودر؟ دايب في ميه، صح؟ حلو. لما ترش زنك ايديتا هتقعد قد ايه دايبه في الميه؟ هتجف بسرعه. هل هتكون ورقه امتصتها كلها؟ لا، في جزء منها هينشف على سطح الورق راح. لكن لما ترش احماض امينيه هتقعد فتره اطول شويه وبعدين هترجع تجف. طب رشيت سكر كحولي؟ لا، سكر كحولي كل ما يجف يرجع يسحب رطوبه من الجو، هو ماده شرهه لمسك الميه، فيفضل دايب لاطول فتره ممكنه تسمح بامتصاص محلول الرش 100%. يبقى حاجتين اللي بحكم عليهم ده ينفع رش ولا لا، حجم الجزيء اللي انا برشه وقدرته على مسك الميه. اللي حجمه اصغر وارفع وخيطي يبقى احسن، اللي شره لمسك الميه يبقى احسن، العكس غير صحيح. بس واضحه يا باشا؟
السكر الكحولي ده زي المانيتول والسربيتول اكسيليتول، دي مواد كربوهيدراتيه طبيعيه بينتجها النبات في البناء الضوئي، وبنرجع احنا نستخلصها منه وندوب فيها حديد زنك ومنجنيز ولا فضل الرشاق. ده طحالب مالهاش علاقه باللي انا بتكلم فيه، مش وقته. نعم في حاجه اسمها مش السكر، سكريات كحوليه، في حاجه اسمها اكسيليتول سيربيتول او مانيتول، اشهر حاجه المانيتول، دي كلها مواد نباتيه طبيعيه بينتجها النبات في البناء الضوئي في الورقه، بيستخلصوها سنه 96 اكتشفوا الموضوع ده، مش حاجه مش بعيد قوي يعني، بيستخلصوه عصير يعني عصير ذره مثلا غني جدا بالاكسيليتول، بس مش عصير بحقه حقيقي، غني جدا بالاكسيليتول ده او السيربيتول، بيدوب فيها عناصر غذائيه ويرجع يرشها للنبات، ده احسن وسيله للرش. خلاص طيب العكس بقى، تحت ظروف الحموضه انهي عناصر، هي اراضينا معظمها مش حموضيه لكن في بعض الاراضي حموضيه، فاكرين الصوره دي اهي، ده الجزء ده حامضي، الجزء ده حامضي اللون الاحمر ده يعني سيوة حموضيه. لو قلنا قرعتك جت في ارض حموضيه بقى الدنيا زي الفل، لا عندك مشكله في خمس عناصر من ال 13، عنصر الفوسفور برضو زي ما كان في الارض القرويه، وتيجي في العناصر المتوسطه وحاول تفتكر بقى معايا، فيها اثنين في المتوسطه دول بيترسبوا بيعملوا احلى مشاكل، الكالسيوم والمغنيسيوم، وعنصر واحد من الصغرى المولبدنم، تحت ظروف الاراضي الحامضيه بيترسب عندي الفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والمولبدنم. اشهر حاجه هتشوفها قدامك تقول لك الارض دي حامضيه، ده اعراض نقص كالسيوم ومغنيسيوم على النبات. افندم الواحات البحريه فيها كتير حامضي مش قلوي حسب التحليل طبعا، بس انا يعني بقول يعني انا مش مرجع يعني، بس على حسب يعني. جهاز اليد الصغير ده اللي طبعا تاني يا جماعه، تحت ظروف احفظوا النبي الكلمتين دول لوحدهم كفايه، لو وصلت لك المعلومه دي يبقى انا كده راضي عن نفسي. تحت ظروف الاراضي القلويه بينقص عندي او بيترسب عندي مشكله في امتصاص الفوسفور وجميع العناصر الصغرى اللي هي الحديد زنك منجنيز نحاس بورون عدا المولبدن، بتترسب في الارض. طب تحت ظروف الاراضي الحامضيه الفوسفور اللي بيترسب برضه، واثنين بس من الوسط كالسيوم ومغنيسيوم، وواحد من الصغرى مولبدنم. تاني خلاص لا ما لا لا مش للدرجة. القاعدة الرابعة وفضل قاعدتين خلاص انا طولت انا عارف. القاعدة الرابعة دي اللي هي بتتكلم على التضاد او التحفيز بين العناصر. في قاعدة علمية كده بتقول لما تدوب ركز معايا الأسمدة وتحطها للنبات قدام الجذر بتاعه تظهر القاعدة دي، تضاد او تحفيز. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى التضاد والتحفيز ده ما يحصلش جوه العبوه اللي فيها السماد ولا داخل النبات، بيحصل بعد ما تدوب السماد وتحطه في الارض قدام الشعيره الجذريه، هتمتصه ولا لا؟ بمعنى النبات بيمتص طبعا النيتروجين وكل حاجه، بس لو انت زودت نيتروجين حطيت جرعه زياده اكل زياده للنبات في النيتروجين، توقع ايه اللي يحصل؟ يحصل الاتي: ينشط امتصاص المغنيسيوم، يعني اي شويه مغنيسيوم موجودين في الارض النبات هيمتصوه، يحصل له شراهه لامتصاص المغنيسيوم. مقابل او عكس ان هيحصل تثبيط لامتصاص النحاس والبوتاسيوم والبورون مهما كانوا في الارض النبات ما عرفش يمتصهم نتيجه زياده النيتروجين. طب نضرب مثال زي ايه مثلا؟ تعالى يا سيدي على بنجر السكر. مزارع بنجر السكر بيبقى عاوز البنجرايه قد كده، كل ما تكبر معاه محصول طن بيزيد مش كده؟ بس في نفس الوقت مصنع السكر بيقيس الجوده بتاعت البنجر ده ونسبه استخلاصه من السكر اللي فيه قد ايه، وده اللي يهمه. بيحصل مرض فيسيولوجي في البنجر بتاع السكر، وبيحصل مرض فيسيولوجي في الفول السوداني. في الفول السوداني اسمه التلون البني في القلب، تلاقي حبه الفول السوداني من في قلبها من جوه في بقعه بني، تلاقي في بنجر السكر فراغ في جزء فاضي، القلب الاجوف في البنجر، القلب الاجوف ده نتيجه نقص عنصر البورن، والتلون البني في حبه الفول السوداني نتيجه نقص عنصر البورون. غالبا بيحصل نقص البورون بسبب زياده النيتروجين ففي نهايه عمر المحصول بيبقى حاطط بورون لن يمتص. واضحه يا جماعه؟ خد عندك مثلا كمثال تاني،
لو حضرتك بعد القمح ما طرد السنابل وبدا يكون حبوب وتهفيت في نافوخك وقمت ضرب دفعه ازوت عاليه شويه طلبت معاك كده، انت شايف كده ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ يحصل ظاهره اسمها الحبوب الفارغه، تلاقي حبه القمح فاضيه. فاضيه ليه؟ حصل عندي نقص في البوتاسيوم ونقص في البورون ونقص في النحاس، بقى حبايه فاضيه. البوتاسيوم ده اللي هيملى الحبايه، هيسحب الغذاء اللي اتكون بناء الضوئي في الورقه ويصبها في حبه القمح، ما بقاش في مشكله في البوتاسيوم، مش كده؟ هيحصل عندي نقص في البورون اللي بيتحكم في حركه الهرمونات اللي هتدفع الغذاء كله في اتجاه الحبه، مفيش دفع، فيبقى الحبه فاضيه ضمره، حبه القمح ضمره فاضيه. نتيجه زياده غالبا، ما انا قلت اول مثل بالظبط، غالبا نتيجه زياده الازوت. خلاص يا جماعه؟ او لو انت حاطط ازوت مظبوط خلاص يبقى انت منقص قوي في تسميدك من دول، تمام؟ لكن لو انت مسمد كويس، يعني انا لما بنزل مع اي مزارع ويقول لي انا عندي مثلا حبه القمح هنا مثلا ايه فاضيه، بساله انت بتسمد؟ اه بتسمد ازاي؟ ويقعد يحكي كويس، بلاقيه حاطط بوتاسيوم وبورون وكل حاجه، بس جاء عند النيتروجين، هي ثقافه كده ومد دفعه كبيره شويه، هو ده الغلط. ادي الدفعه الكبيره دي وقت النمو الخضري قبل طرد السنابل، لكن بعد طرد السنابل لا، في كلام تاني. خلاص؟ طيب كمثال برضو، مثلا انت لو زودت الزنك يقل الحديد، لو زودت الحديد يقل الفوسفور، لو زودت هديها لك مكتوبه لو عاوزها، او ابعت لي على الواتس وانا ابعتها لكم، بدل يعني المنجنيز يزيد ينقص الحديد وهكذا. ده جدول صعب ان حد يحفظه، خليه معاك على الموبايل صوره بص فيه كل ما تتزنق. انت مثلا شايف ان عندك اعراض نقص مثلا مغنيسيوم مثلا على النبات، اول سبب ما بسمدش مغنيسيوم، لا احلف لك بالله العظيم اللي بيسبب مغنيسيوم، خلاص يعني بيسمد. يبقى تاني سبب ايه اللي هيجي في بالي؟ الارض حامضيه، لا بالراحه، الارض حامضيه، لا قلويه مش حامضيه، يبقى مش هي السبب. فاضل سبب واحد، زود حاجه قللت المغنيسيوم، زود ايه؟ ابص في الجدول ده، زود الفوسفور، لا زود البوتاسيوم، اسف، ينقص امتصاص المغنيسيوم. وده بيحصل مع المزارع بتاع العنب. مزارع العنب وقت نزول الميه اهم حاجه عنده البوتاسيوم، صح؟ صح كده؟ فممكن ايده تفلت شويه ويزود شويتين في البوتاسيوم، ياخد عنقود محترم. اه بس بص على الورق هتلاقي بقع مسفره كتيره بين العروق، نقص مغنيسيوم، وعلى الورق اللي في نص الفروع ويزيد قوي الظاهره دي بعد ما يحصد كمان. ده نتيجه ان هو افرط في التسميد البوتاسي فعمل نقص في المغنيسيوم. يبقى نقص المغنيسيوم ده قدامه ثلاث اسباب، يا الا ما بيسمدش مغنيسيوم، ده منطقي، او الارض حامضيه، قلنا الارض الحامضيه بيثبت فيها الفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والمولبدنم، صح كده؟ حامضيه اقل من 7، الدرجة المثالية في التربة ان كل العناصر تبقى دايبة ومفيش حاجة فيها تترسب من 6.5، مش 6، 6.5 ل 7.5، فوق كده ينقص عندي فوسفور وكل العناصر الصغرى، اقل من 6.5 ينقص عندي فوسفور وكالسيوم مغنيسيوم مولبدنم، تمام؟ عاوزين مثال تاني؟ مثلا الكالسيوم بيحصل عندنا ظاهره مثلا اللي هي بيسموها البلوزوم ايندروت او عفن الطرف الزهري، اللي بيحصل نتيجه نقص الكالسيوم. ده بتعرفه ازاي؟ الطرف الزهري بتاع الثمره اللي هي سره الثمره، الثمره دي ثمره تفاح، ثمره موالح، ثمره اي حاجه، ليها طرفين، طرف فيه العنق والكاس، والطرف الثاني مقابل ليه. لما تبقى العفن او البقعه في الطرف الثاني ده نقص كالسيوم، انما العفن او البقعه ده في اي مكان ده موضوع ثاني مش كالسيوم. خلاص؟ نقص الكالسيوم ده ممكن يحصل ليه؟ نتيجة مثلا الكالسيوم اهو ما بيحفزش حاجة، ولكن لو المغنيسيوم زيادة ينقص الكالسيوم، لو البوتاسيوم زيادة ينقص الكالسيوم، لو المنجنيز أو الحديد أو البورون أو الزنك زيادة ينقص الكالسيوم، أو الأرض حامضية، يبقى عندي سببين لنقص الكالسيوم، يا أنا زودت في أي حاجة من دول يا الأرض نفسها حامضية. خلاص يا جماعة؟ عشان ما انتقلش مش هضرب أمثلة أكتر من كده، ماشي؟ نبص على آخر 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 قاعدة، اخر قاعده ودي ان شاء الله هتعجبكم يعني. الحمد لله. اللي هي حركه العناصر الغذائيه داخل النبات وعلاقتها بتوصيف اعراض نقص العناصر. يعني ايه؟ حضرتك بتخش على نبات تبص تلاقي ورقه لاويه بوزها، ورقه عليها بقع مسفره،
ورقه مصفره خالص، ورقه مدياك وشها الناحيه الثانيه ومتضايقه منك، حاجات من دي مش كده؟ ده بيبقى بعيد عن الامراض، ناقص عناصر غذائيه. تقعد تحتاس انت بقى، ونقعد احنا هنا بقى نشتغل بعض احلى اشتغالات. كل واحد يقول لك ده ناقص حديد، والتاني يخش يزود قدامه يقول لك ده ناقص زنك. اديها مش عارف ايه وتسمع احلى كلام، واللي يخش على الفيس ويشوف الكلام ده انا بقعد اضحك بس، ما بخشش حتى اعلق عشان ما اصغرش نفسي. خالص، بس بشوف حاجات بس ناس تصعب عليا والله، بيصعبوا عليا صحيح، ايه ايه ده؟ هو اي حاجه وكل فتر، اي شيء في الدنيا اساسه القاعده العلميه، الاساس. العماره البرج ال 40 دور ده اساسه ايه؟ الاساس اللي في الارض. سعادتك لو مش عارف الاساس مفيش برج، مفيش عماره.